في منطقة القلوعة، تحديدا في أحد منازل هذا الجبل، تعيش السيدة أحلام مع أفراد عائلتها التي تساعدها في الطهي. وهنا في هذه المساحة الضيقة وبهذه الأدوات البسيطة، نفذت الأسرة أول خطوات مشروعها لبيع المعجنات والسمبوسة. أنا طبعا متزوجة ومعي 6 أولاد، معي 2 بنات بالجامعة، ولد خريج معهد، والصغير أول ثانوي، وواحدة بالبيت ما تدرس جالسة. ولطالما ارتبط مفهوم الطهي بربة المنزل، مؤخرا فإن العديد من السيدات اتجهن إلى الطهي ليس غاية بل وسيلة للكسب ومصدرا للرزق. فأحلام واحدة من النساء اللواتي جعلن من فن الطهي عملا مدرا للمال، تساعدها وأسرتها في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، خصوصا وأنها تحولت إلى مصنع مزود للكثير من الحفلات والمناسبات في المديرية. بداية يعني كنا نعمل السمبوسة، هذه نعملها في البيت. بعدين حبينا، سمعنا أنه في دورة تعليمية المعجنات، حبينا ندخل في بيه، ودخلنا الحمد لله ودرسنا وطورت من نفسي الحمد لله. السيدة التي تفتخر بعملها كطاهية تأمل أيضا أن يكبر مشروعها الإنتاجي للمعجنات وأن يتطور معه أداؤها، كما تحرص أن تنصح جميع النساء اللواتي يرغبن بالقيام بمشروعهن الخاص أن يتجهن إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة سهلة للتواصل، لا سيما أنها توفر الوقت وتقلل الجهد. حنين جمال، بلقيس، عدن.